طبعا بنبدأ الآن في تلقي الاتصالات. معانا الحاج عرفة من مصر. حاج عرفة تفضل. حاج عرفة سمعنا؟ طيب معانا رياض من ليبيا. رياض، رياض هل أنت معانا؟ ايوه معك. ايوه اتفضل. الو. أيوه سامعينك. السلام عليكم. عليكم السلام. انا بالله انا بنتواصل معكم من فين يعني، بس مش لاقي العنوان، فهمت؟ مش لاقي الواتس ولا انت على الهواء الان يا استاذ رياض، اتفضل للمشاركه. يعني بنتكلم على مساله. انا حاولت. اه نعم انا عارف، متابع في القناه بشكل مستمر من سنين يعني، بس اني انا اتواصل مع حد الاستاذ محمد ناصر، حاولت اتواصل معه ما فيش طريقه، لدي انا عندي موضوع ضروري نطرح، فهمت؟ أنا ممكن خارج. تمام خلاص خلاص أستاذ رياض، إن شاء الله الزملاء بإذن الله يبعتوا رقمك إن شاء الله للأخ ناصر. بنشكرك شكرا جزيلا. معنا أخ أبو وليد من مصر. أبو وليد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذنا أهلا بيك. والله هو السلام يعني خلص الموضوع كله صحيح يعني. حكاية الفلوس في المكتب الحاجات دي لابد تكون من ايد اللي بتبرع لايد غير على طول. انسى حكاية المستشفيات وانسى حكاية البنوك وانسى اي حاجة في الدنيا. اي نعم. الصوت بيقطع يا اخ ابو وليد، بس انا يعني انا فاهم مجمل الكلام يعني. طبعا بالتاكيد طبعا الشيخ سلامه يعني قال كلام كتير جدا وفعلا خلص الموضوع يعني بشكل كبير فعلا. وللاسف والله الواحد كان يتمنى ان يكون التعامل يعني في صدق، يعني مثلا بتجمع من الناس اموال عشان تديها للفقراء، بتديها للفقراء وبتقول للناس يا جماعه ده اللي انا عملته واحد اثنين ثلاثه من اول ما خدت الفلوس لحد ما وصلت لايد الفقير بكل وضوح وبكل شفافيه، فيكون الامر يعني يبقى الناس عندها ثقه انها تتبرع وانها تدي الزكاه بتاعها. طيب معانا رجع لنا الاخ عرفه مره اخرى. استاذ عرفه تفضل. طارق اهلا بيك. ازيك يا استاذ طارق؟ اهلا بحضرتك. اتفضل. اهلا بحضرتك، بيض الله وجهك وزادك علما. تسلم، اهلا بيك. سؤالي للاستاذ سلامه، احنا اسفين بس لان الخط بيقطع بعض الشيء وكده. استاذ سلامه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وما زال الرجل يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. السيد سلام عبد القوي حياك الله، إيرادات الأوقاف في عهد الدكتور مرسي كانت 100 مليون. إيرادات الأوقاف هذا العام بلغت 2 مليار و36 مليون. فأي طيب اتهام؟ طيب أنت جايب الرقم منين يا أخي؟ لعل الله يرحمك. جايب الرقم منين؟ الرقم الأرقام اللي أنت قلتها ده لسه خارج من هيئة الأوقاف اللي الأسبوع ده ليس، وكان اجتماع السيد الرئيس مع السيد وزير الأوقاف، وعرضت ميزانية الأوقاف بزيادة 12.5% عن هذا العام، عن هذا الشهر من العام الماضي. وأنا متابع، وأنا قلت لحضرتك في لقاء سابق إن أنا رجل أزهري. فأي اتهام للرجل؟ برغم الرجل يقول إن القائمين على المجلس الدكتور إبراهيم محلب حياه الله أعلم هذا الرجل منذ 20 سنة، وأعلم نزاهته وأمانته وقيمته. طب ما احنا عايزين نعرف يا أخي عرف، احنا كمان عايزين نعرف نزاهته وكل هذه الامور. يعني المطلوب هو انك توضح رئيس يعني شركه المواليد. استنى يعني انا ما بتكلمش على ذمه الرجل، انا بتكلم انا يا اخ عارف معلش اسمعني، انا بتكلم مش بتكلم على ابراهيم محلب، انا بتكلم على ان انت دلوقتي خدت اموال من الناس عشان توديها للفقراء، ليه ما تعلنش بالظبط انت عملت ايه؟ يعني تبقى في شفافيه، عرفني انت خدت الفلوس وديتها فين ووصلت لمين. ده المطلوب عشان انا يكون عندي ثقه زي ما انت عندك ثقه بالظبط. لا، الفكره في التحصيل ولا الفكره في التوزيع يا استاذ؟ الفكره في الشفافيه والرقابه. انا عايز اتاكد من العمليه ان العمليه ديت سليمه ومفيش فيها سرقه ومفيش فيها اي كلام غلط. من كان امينا في التحصيل سيكون امينا اكثر في التوزيع. طيب ما احنا وهذا ما يزعل. هو الكلام سهل يا اخ عرفه، يا استاذ عرفه الكلام سهل. ان يتهم كل الناس يا فندم، احنا الكلام سهل، احنا عايزين اثباتات. يعني انا دلوقتي انا اعلامي بتكلم، عايز اثبات ان انت راجل شريف، انت راجل مسؤول وبتتحمل مثلا مسؤوليه صندوق معين بتجمع تبرعات، طب اظهر للناس بشفافيه الميزانيه مثلا وما جمع واين صرف وخلاص، ويبقى احنا كده سلام. ده انا اقول ان انت راجل يعني شريف جدا. اذا كان الحاج عرفه اللي ما يعرفش حاجه ادى لهم الثقه في سبب تحصيلهم يا استاذ طارق، ف
فكيف أشكك في نزاهة من وثق في التحصيل ومن وثقت الناس فيه؟ تقريبا الناس ادت أموال زكاة السنة دي لبيت الزكاة حوالي من 45 مليون، فكيف نشكك في هؤلاء الناس؟ احنا مش بنشكك يا اخ عرف، احنا مش بنشكك، احنا بنطالب الناس بان هم يثبتوا او يكون في شفافيه. انت عارف يا اخ عرف، يعني مثلا في الدول الغير مسلمه في جمعيات خيريه بتجمع تبرعات من الناس، حتى التبرعات مش مجرد فلوس، يعني مثلا لو انت عندك حاجه في البيت قديمه ولا حاجه ممكن تتبرع بيها ليهم، ولو انت رحت عند اي مؤسسه من دي بيديك كشف تفصيلي خد قد ايه بالظبط وصرفه في ايه ووزع لمين وادى لمين بالعناوين بالتليفونات بالارقام، كل شيء واضح ومبين، ولا يمكن ان انت تقول ان في لبس ولا ان في اي مشاكل ممكن تحصل. طب احنا ليه ما نوصلش لشكل من ده؟ هل ذهب، انا سمعت حضرتك واشكرك على سعه صدرك الاول، هل ذهب احد لوزاره الاوقاف مثلا مسؤول كبير او ان في حاجه عندنا يا استاذ طارق غايب عن حضرتك اسمها الجهاز المركزي للمحاسبات؟ الجهاز المركزي للمحاسبات ده بيفتش على كل وزاره كل سنه دوريه بكل شارده وورده، والشيخ سلامه يعرف هذا الكلام، والدكتور جابر طايع اللي قال عليه ان هو اتهم واتهم واتهم. طب اخ عرفه الا بعد ان براتهم. اي نعم. طب اخ عرفه، انت تعرف ان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يعني السابق في السجن الان؟ نعم نعم. يعني المستشار هشام جنينه. لا انا اعرف المستشار هشام جنينه في السجن الان. في السجن. اي نعم. تعرف ايه التهمه اللي هو متهم بيها؟ ليه هو اخذ مثلا 5 سنين سجن الان؟ راجل مسؤول، راجل مسؤول جهاز رقابي. بينا يا استاذ طارق، أنا لو أنت ما تعرفش السبب أنا أقول لك يا أخ عرفة، يعني المستشار هشام جنينة يتحط في السجن 5 سنوات واتضرب. أيوة. بعت له ناس يضربوه وكلام ده علشان الراجل قال إن في فساد في البلد، فلم يتحمل المسؤولين كلمة من مسؤول رقابي بإن في فساد في البلد، راحوا للراجل قبضوا عليه وضربوه. طب أنا إزاي كيف أثق يا فندم في كل هذه الأمور؟ للأسف في مشكلة يا أخ عرفة. عامة أنا بشكرك شكرا جزيلا، ويعني لان احنا معانا اتصالات تانية فبشكرك اخ عرفة شكرا جزيلا. وبنروح للاخ محمد من اسكندريه. استاذ محمد تفضل. استاذ محمد سمعنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك. احمد من اسكندريه مع حضرتك. اهلا بيك اخ احمد، تفضل. منورنا في البرنامج النهارده. شكرا. وانا سعيد جدا ان انت قدرت ترد على الاستاذ عرفة انه بيحاول يعني يبرر للنظام حاجات احنا عارفينها اوريدي، احنا عارفين. وكويس انت ذكرت ان سياده المستشار الجليل هشام جنينه والواقعة بتاعته، فانت هتروح تجيب اثباتات من مين؟ انا لو رحت وزاره الاوقاف النهارده اقول لهم وروني انت صرفتوا فين، انا مش هطلع من الاوقاف. فممكن انا اروح احصل هشام جنينه على طول ان شاء الله. فانا من وجهه نظري بصراحه، والكلام ده مش جديد قديم، إنما صرف الزكاة والصدقات والكلام ده كله الحكومة لا تؤتمن عليها بالمرة. البني آدم يتحرى جيرانه قرايبه أصدقائه كل من هو يستاهل مصرف من مصارف الزكاة، البني آدم يروح يعملها بيده. هم النهاردة مش لاقيين فلوس، هم عايزين يصرفوا وعايزين يملوا كروشهم، فبيدوروا على أي حاجة بقى، فلوس الأزهر، يقننوا السناتر عشان ياخدوا منها فلوس، يضعفوا الرسوم والضرائب. ودي يعني بدايات مبشرة بنهاية الأنظمة اللي زي كده. يعني احنا طول عمرنا في التاريخ بنقرأ ان النظام بداية وقوعه لما بيبدأ فعلا يدور على مصادر يغطي بيها مصاريفه عشان الزبانية بتوعه والعسكر بتوعه والعسس بتوعه، فالامور بتندب معاهم، فبيضطر يضغط على الشعب، فيقدر يضغط لحد ما الشعب يجيب اخره منه. تمام. طيب بشكرك ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. شكرا يا احمد، شكرا جزيلا. معنا الاستاذ حمدي من مصر. حمدي اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك. انا نفسي بس يعني اعترض على الاخ عرفة اللي بيبرر للنظام كل حاجه. لا يا سيدي، الراجل اللي معاه فلوس وعايز يتصدق بيها على الفقير أو أي حاجة، 7 منافذ لصرف الزكاة، يروح بنفسه ويتعب، لأن كل الشقاء اللي هو هيتعبه دوت لله سبحانه وتعالى يؤجر عليه. أحسن ما يحط الفلوس في إيد مش مأمونة. يعني أشكال بشوفها، يعني واحد زي وزير الأوقاف ولا المفتي ولا بتاع ده، حاجات بتوجع في قلب الريبة أصلا. فما اقدر
اقدرش احط فلوس فيها. مين بقى اللي فوق دول كلهم؟ ما احنا عارفين وسرق بلد مش هيسرق فلوس الزكاة، ده هيسرق مال النبي. فربنا يسلم. انا بنصح، احب انصح من خلالك الناس، اي حد معاه اي فائض من مال وعايز يصرفه يصرفه بنفسه ويضعه في يد الفقير هيؤجر من الله. تمام. لكن يحطه في حاجات مشبوهة زي كده، مؤسسات وصناديق ومش عارف ايه، كل دي مشبوهة والله، مش يعني هينقص من اجره. هو ممكن يعني يؤجر بحسن النية بتاعته، ولكن هو حط النية في ناس ما تستاهلهاش اصلا. ده رأيي يعني. طيب. المفروض كل واحد يصرف فلوسه بيده. تمام، وصل رأيك. ويعرف هي راحة لمين بالظبط. تمام، شكرا، بشكرك، شكرا جزيلا، حمدي من مصر.